الحاجة الثالثة ان انا اتقبله واحترمه واقدره. ماسلو عالم النفس المشهور في هرم الاحتياجات النفسية للإنسان قال إن التقدير من أهم الحاجات اللي بتخلي الإنسان يعيش حياة سوية، وإذا الإنسان عايش متقدر هيبقى ناجح بعد كده في حياته العملية والعلمية بإذن الله. وآخر حاجة هي الحاجة لموجه لضابط موجه، يعني ايه؟ ان انا اكون منضبط في سلوكي وفي انفعالاتي مع ابني، يعني ما اكونش قاسي قوي وحازم قوي وما اكونش لين الغايه اللي هو التدليل اللي والله يبوظ. دكتور واحد حاسس ان هو عايز يرجع طفل تاني عشان يستفيد بالاربع حاجات اللي انتي قلتي عليهم ربنا يبارك دلوقتي. فيك.